وانا الحقيقه اتفرجت على مباراه الوداد والترجي عشان اعرف هو ايه ده. الاتحاد الافريقي يقرر ايقاف جهاد جريشة لمده 6 اشهر. قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم تعليق الحكم جهاد جريشة لمده 6 اشهر بسبب ضعف الاداء بحسب وصفه الذي ظهر عليه خلال مباراه ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا التي جمعت بين الوداد المغربي والترجي التونسي. هو حد كده يفكرني الماتش ده كان يوم كام؟ كان يوم 21 اعتقد، كان من 4 5 ايام. تخيلوا حضراتكم ان الاتحاد الافريقي اللي خلال النهائيات الاخيره سواء مع الوداد قبل كده او منذ قليل او منذ ايام قليله الحقيقه مع سان داونز هنا حتى في مصر من خلال الحكم الافريقي بكاري جسامه في مباراته الاخيره، تخيلوا حضراتكم ان الظلم اللي تعرض له النادي الاهلي خلال الفتره السابقه حتى هذه اللحظه لم يصدر اي شيء ضد اي حكم. والحكم الدولي جهاد جريشه اللي حكم مباراه الوداد والترجي تم ايقافه بعد 5 ايام او 6 ايام فقط من نهايه مباراه الذهاب في دوري ابطال افريقيا. مش معايا حضراتكم ان الموضوع ده غريب شويه؟ مش معايا حضراتكم ان النفوذ المصريه او ان الحكام المصريين خلال الفتره الاخيره بيتعرضوا لاشياء كثيره جدا سواء جوه مصر او بره مصر، وان النادي الاهلي حضراتكم مش معايا ان النادي الاهلي النادي الوحيد اللي في مصر تقريبا يعني بيقف دائما خلف حكامه المصريين خلال الفتره الاخيره. واحنا هنا في ملعب الاهلي، هنا في ملعب الاهلي تحديدا اتكلمنا عن هذا الموضوع وقد ايه وقفنا مع الحكام وقد ايه كنا بنطالب فقط بالعداله التحكيميه. ولكن انا اللي شدني في هذا الموضوع ان ايقاف الكابتن جهاد جريشة لمده ست شهور يتم فيهم ايقاف الكابتن جهاد جريشة، وبعديها ب4 5 ايام بعد نهاية المباراة ب4 5 ايام، حاجة غريبة جدا الحقيقة، وبتخليني اقعد افكر كده هو في ايه؟ هو في حاجة. انا هنا بقى مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم عن مصر. هو مش كابتن جهاد جريشة ده حكم مصري ولا حكم من الهونولولو؟ حكم مصري، حكم مباراة الوداد والترجي. طيب الخطأ اللي وقع فيه حكم مباراة نادي الزمالك ونادي نهضة بركان الأخيرة ده خطأ إداري واضح جدا. طيب الخطأ ده هل سيتم عقاب الحكم ولا مش هيتم عقاب الحكم؟ المباراة عدى عليها يومين اهو، هل سيتم عقاب الحكم ولا مش هيتم عقاب الحكم؟ ما حد يعني حد يرد علينا ويقول لنا اشمعنى كابتن جهاد جريش؟ اشمعنى الحكم المصري؟ هو الحكم المصري جوه مصر وبره مصر؟ حاجة غريبة جدا ان يتم ايقاف كابتن جهاد جريشة لمدة 6 شهور، 6 شهور، وبعدين ده طلع بيان من الاتحاد الافريقي بناء على احداث مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا والتي اقيمت في 25 مايو 2019 بين الوداد والترجي. قررت لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعليق السيد جهاد جريشة 6 اشهر بسبب ضعف الاداء. كده كابتن جهاد جريشة كان رايح يحكم في كاس العالم للشباب ما خلاص كحكم للفي ار، ولكن خلاص ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل. ايضا الكابتن جهاد جريشة هل هيحكم في بطوله الامم الافريقيه ولا لا؟ بالطبع لا. فحاجه غريبه جدا، ايه السرعه في الاداء دي؟ هو ايه اللي حصل؟ ايه السرعه في الاداء دي وايه اللي حصل؟ خلال الفتره اللي فاتت النادي الاهلي تعرض لكم ظلم غير طبيعي من الحكام الافارقه. يعني ظلم واضح وبين الكل شايفه ومحدش اتكلم ولا حد قال حاجه. فاكرين الجون اللي جابه انرامو بايده ولا مش فاكرين؟ هو في ايه يا جماعه؟ هو الحكام المصريين سواء جوه مصر او بره مصر، جوه مصر بيتعرضوا لضغوط كبيره جدا 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 جدا، وبره مصر كمان اتوقف 6 شهور، 6 شهور بيتوقف. طب أين دور اتحاد كرة القدم في هذا الموضوع؟ أين دور المهندس هاني أبو ريدة في هذا الموضوع؟ المهندس هاني أبو ريدة ده واحد من القمم في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي. أين دوره في هذا الموضوع؟ حاجة غريبة جدا الحقيقة. لكنه موضوع، حاولوا يا جماعة تجيبوا لي كابتن سمير عثمان
اعرف رايه برضه في هذا الموضوع. الموضوع ده برضه بالنسبه لنا هو موضوع هام جدا، ان يكون هناك حكم مصري بهذه الكفاءه خلال الفتره الاخيره. اه طبعا عنده اخطاء واحنا دايما بنقول هذا الكلام، ولكن يظل الكابتن جهاد جريشه واحد من افضل الحكام في مصر وفي افريقيا الحقيقه. ان يتعرض لهذا الظلم الواضح يعني حاجه غريبه جدا. يا محمود حاولوا تجيبوا لي كابتن سمير عثمان، حاولوا تتصلوا بيه كده نعرف برضه كواليس. هو كابتن عثمان كابتن سمير بيبقى عنده كواليس هذا الموضوع، ايه اللي حصل في اطار هذا الموضوع؟ الناس بتتكلم في اطار هذا الموضوع ازاي؟ حاجه غريبه جدا جدا. والحقيقه انا موضوع برضو عشان الناس اللي عماله تبعت لي على الفيسبوك، الناس لازم تفهم يا جماعه ان احنا